إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نحن في هذه الأيام في أيام العشر الأول من ذي الحجة، ويستقبلنا يوم الأضحى، يوم الحج الأكبر، وهو من أجل أيام الله تبارك وتعالى، وفيه النحر أو الأضحية، والأضحية هي ما يذكى من الدم تقرباً إلى الله تبارك وتعالى في يوم النحر أو أيام التشريق الثلاثة التي بعد يوم النحر. وهذه الأضحية من أعظم الأعمال وأجلها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ولنا في هذه الجمعة بتوفيق الله جل وعلا مع هذا اليوم وقفتان. الوقفة الأولى وقفة تاريخية عقدية تتعلق بقضية الأضحية، وهذه الوقفة تتعلق بسيرة إبراهيم عليه السلام، لأنه أول من شرعت له هذه الشعيرة العظيمة. إبراهيم عليه السلام كلنا يعلم ما وقع بينه وبين قومه من الجدال والمحاجة في أمر العقيدة، حتى وصل قومه إلى مرحلة إيذائه وقتله بالنار. فلما فعلوا ذلك، الله تبارك وتعالى أو إبراهيم عليه السلام قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي بعد ما آيس من قومه من شدة عدائهم له عليه السلام. القرآن يحكي لنا القصة، يقول المولى تبارك وتعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. آتيناه، ربنا آتاه رشد من قبل، قال العلماء من الصغر كان رشيدا. آتينا إبراهيم رشده من قبل، من زمن كان صغير ربنا آتاه الرشد وكنا به عالمين، أي كان يستحق ذلك، يستحق هذا الرشد وهذه المكانة. وما هو الرشد؟ قال: إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال العلامة ابن كثير عليه رحمة الله: الرشد هو إنكار عبادة الأوثان. سبحان الله، ربنا جعل من الرشد أن ينكر العبد عبادة غير الله جل وعلا،
ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين استدلوا على عبادتهم لهذه الأنداد بعبادة آبائهم فإبراهيم عليه السلام قال لهم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قال ابن كثير رحمه الله تعالى فلما سفه أحلامهم وضلل آباءهم واحتقر آلهتهم قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم سبحان الله أول ما غلبتهم الحجة لجأوا إلى العنف ولجأوا إلى الاستعانة بذوي المكان والسلطان للقضاء على إبراهيم عليه السلام حاجة ومحاجة شديدة جو مارجين لعيد من أعياد الآلهة بتاعتهم لما خرجوا قالوا لإبراهيم امشي معانا إبراهيم عليه السلام قال إني سقيم هم طبعا فهموا سقيم معناه مريض عيان وهو ما كان مريض أو بمعنى أنه يمرضه ويؤذيه ما يصنعه هؤلاء من عبادة غير الله قال لهم أنا سقيم معناه مريض مين بيسووا فيه انتو ده قال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين مشوا للعيد بتاعهم برا طلعوا مع الآلهة وتركوا الآلهة بتاعتهم عيد بتاع الآلهة برا والآلهة موجودة تركوا الآلهة في بهو عظيم وخدتوا قدامهم الأكل مش عشان الآلهة تأكل لا عشان تنزل البركة في الطعام نفس العقائد الموجودة عندنا الليلة كويس فلذلك لما خرجوا جاء إبراهيم إلى الأصنام قال ألا تأكلون الأكل قدامكم ما تأكلوا ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين ابن كثير قال لأنه اليمين قوية فراغ عليهم ضربا باليمين لما جوا راجعين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون دي الآلهة بتاعتكم نحتوها أنتم أنتم الذين صنعتموها كيف تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون لما مشوا إبراهيم عليه السلام سمع كلمة للضعفاء الماشين وراهم السادة وماشين قدام والضعفاء ماشين ورا قال لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين الأصنام دي قال لهم اللي أنا ما بخليها سمعها الضعفاء لما عادوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين الضعفاء سمعوا الكلام ده قبل قالوا سمعنا فتى ابن كثير قال شابا ونقل إنه كان عمره 16 سنة فقط 16 سنة بس كويس قالوا سمعنا فتى يذكرهم يعني يتكلم في الآلهة وتوعد قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون العلماء قالوا إبراهيم عليه السلام كان ينتظر هذا المشهد اجتماع الناس كان ينتظر أن يجتمع الناس ليبين لهم جميعا أن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون قال لهم لو بتكلموا عمل الكبير ذا فرجعوا إلى أنفسهم تأكدوا الحجة قامت عليهم انقطع كلامهم فرجعوا إلى أنفسهم قالوا سبحان الله يا إخواننا والله ده شوف الناس حجتهم كملت لما رجعوا لنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون بعض المفسرين قال إنكم أنتم الظالمون معناها تركتم الآلهة من غير حماية وحراسة في إله بيحرسوه يا أخواننا إله بيحموه ده ما إله الإله هو الذي يحمي قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون
المولى الإله الحق هو الذي يحمي ويحرس ويرزق ويعطي ويبسط. قالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون. ودي حجة عجيبة جدا. بعد ما بين لهم أنه دل ما بيتكلموا وما بيأكلوا وكسروا آلهتهم كسرة. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. الوقت ذاك قالوا حرقوه. وهذه سنة كونية، كل من عجز عن إقامة الحجة صارع بالأيدي وبالقوة. وذي من زمان، من غلبته الحجة صارع بالأيدي، بل قد يفزع إلى السلطان ويكثر من الشكاوى والدعاوى. لماذا؟ هو عاجز عن إقامة البينات والحجج على ما يدين به، زي ما بيصنع هذه الأيام أحد طواغيط هذه البلد، يفعل الشرك ويدعو للشرك والضلال وإلى هتك الأعراض وإلى استرزال الأمة، ما عدا يشكو هذا إلى السلطان ويشكو ذاك إلى السلطان. ومن أسوأ ما سمعت، يا أخي أنت رجل عامل شيخ طريقة، اشتكى مرة امرأة محترمة وجابها من خارج السودان بشرطة الانتربول، قال تكلمت فيه والمرأة ما قالت فيه كلام كعب، إنما أدانت ما فعله هذا الرجل من الشرك الواضح ومن التهتك ومن التخنث والأشياء المنكرة اللي بينكرها كل سوداني بل كل عاقل. لما انكرت عليه جاب بشرطة الانتربول من السعودية وحاكمه، ودائرة النتيجة شنو؟ أي زول يمشي حاكمه عشان يجي في المسجد بتاعه ويقبل يد الشيخ ويعتذر له. أي إهانة، إهانة للناس أكثر من هذه الإهانة. يجي يدعي الأخلاق ويدعي السلوك ويدعي المحبة، أنت بتهين في الناس يا أخ. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. يجي يستعبد في العبادة ويستند إلى ثغرات في السلطة وفي القوانين فيستعبد عباد الله جل وعلا، خاب وخسر. ولكن كل مسلم غيور خير له مئات المرات أن يخسر ما يخسر من الدراهم والدنانير، ولكن لا يخسر العقيدة. ما تخسر عقيدتك، كن عزيزا بعقيدتك ولا تذل نفسك لمثل هذا أو لغيره ممن يتترس ببعض الثغرات السلطانية لكي يسترزل عباد الله جل وعلا. وأعجبني جدا موقف تلك المرأة، رفضت الاعتذار له، وأبوها رفض وزوجها رفض. يا لهم من أحرار، يا لهم من أحرار غيورين على دينهم وعلى عقيدتهم. عموما قالوا حرقوه لإبراهيم عليه السلام، وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. يا السلام، اتقووا بشدتهم وبقوتهم وبكثرتهم، لكن إبراهيم معاه المولى جل وعلا، كلمة واحدة مع النار ولا سألوهم ذاتهم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، برد وسلام. فخرج منها إبراهيم سالما، بل العلماء قالوا لو لم يقل سلاما لمات إبراهيم من شدة البرد داخل النار. كوني بردا وسلاما على إبراهيم،
إبراهيم مرق من ذلك الموقف وآيس من قومه ومضى قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. لاحظ في الوقت ده إبراهيم دعا ربنا سبحانه وتعالى قال ربي هب لي من الصالحين. وده دعاء يا أخواننا عجيب. أصل الليلة واحد يدعو الله يقول يا الله دار لي جنة داير ولد داير بيت. لما تقول ولد ساي قول صالح، لأنه ممكن الله يديك ولد ويطلع لك عاق والله يدقك في الشارع ويأذاك أذى ما بعده أذى. شكده إبراهيم قال هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. سبحان الله، حليم زي ما ربنا قال، بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي، أنا جبت لك القصة دي من وراء عشان تعرف قيمة الولد بالنسبة لإبراهيم في الوقت ده بالذات. فقد قومه وعادوه وأخرجوه وأوقدوا له النار عشان يقتلوه. في الوقت ذاك ربنا رزقه ولد، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي يعني اشتد وكبر وصار يعمل مع والده ويعين والده، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ابتلاء عجيب. فقد قومه في الوقت ذاك، الله رزق ولد، لما الولد شب وعظم واشتد عوده ربنا يريه في المنام، ودي قالوا أعظم كما قال ابن كثير أعظم في الابتلاء في النوم. بس إني أرى في المنام أني أذبحك، مش زول تاني بيضحك، لا بضحك أنا ذاتي. والله يا أخواننا ده بلاء عجيب جدا. جناك ده لو في زول تاني بيضحوا قد تكون أهون بالنسبة لك وإن كانت برضو عظيمة. كويس، قال إني أرى في المنام أني أذبحه. فانظر ماذا ترى، حليم بالجد. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. سبحان الله، نحن الليلة نعوق والدينا يا أخواننا في أمور ما زي دي. الواحد يعوق والده لو داير منه حاجة بسيطة جدا، يقول لك يا أخي يا أخي سيبنا يا أخي، أنت عمك كبير ما عندك موضوع. خلينا بالله من كلامك ده يا ناس. قال لي إني أذبحك، لا قال لي بشيل قروشك فقط، ولا قال لي وأعمل الحاجة اللي أنا دايرها، لا إني أذبحك. فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سبحان الله، الله قال فلما أسلما، استسلموا الاثنين، استسلم إبراهيم لأمر الله واستسلم ولده لأمر الله برا بوالده. فلما أسلما الاثنين وتلأوا يعني وضعوا على الأرض للجبين، ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. خلاص كده انتهى الامتحان، نجحت يا إبراهيم، صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. ده بلاء ما بعده بلاء، يبتلى الإنسان بولده يذبحه ويشيل السكين ويخدها في رقبة ولده. قالوا حتى لما جاء يذبحه، سبحان الله، إسماعيل عليه السلام قال لإبراهيم قال له انزع مني الثوب اللي أنا لابسه، ها الجلابية النظيفة دي طلعها عشان تكفني فيها بعدين. يا سلام يا أخ، أبوه رقد وشه على الأرض عشان ما يشوف وشه وهو بيذبح فيه. يا أخواننا ده كلام أنت بتتخيل، دي رواية من الخيال، والله تتخيل أنه دي خيال لولا أنها في القرآن. سبحان الله، بعد ذاك ربنا قال وفديناه بذبح عظيم. ربنا نزل كبش من الجنة فداء لإسماعيل عليه السلام، والذبيح هو إسماعيل ما إسحاق. اليهود بيقولوا الذبيح هو إسحاق لأنه إسحاق أبو اليهود وإسماعيل أبو العرب، فحسدا للعرب قالوا الذبيح هو إسحاق، لكن الصحيح الذبيح هو إسماعيل، لأنه الآيات البعدية ربنا قال وبشرناه بعد قصة منه، بعد قصة إسماعيل قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فكانت هذه
هي سنة الأضحية فدي إسماعيل عليه السلام بالكبش العظيم، كبش أقرن أملح، وهذا الكبش رعى في الجنة 100 عام فأنزل وكان فدا لإسماعيل عليه السلام. قال ابن عباس: وكنا نتتبع ذلك النوع من الكباش، يعني الواحد لما يجي يشتري الأضحية كان يتتبع هذا النوع من الكباش الذي أنزله الله جل وعلا فدا لإسماعيل عليه السلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الأضحية لها أحكام والمنبر لا يتسع إلى تفصيلها، ولكن نذكر منها شيئا. أولا من شروط الأضحية ما يتعلق بالزمان، فبداية زمان الذبح للأضحية أن يكون بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد. وبعض العلماء اشترط أن يكون الذبح بعد ذبح الإمام، ولكن هذا الشرط غير موجود من ناحية الأدلة، إنما الصحيح أن يكون الذبح بعد الصلاة، ويستمر وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، يعني يوم العيد وثلاثة يوم بعده، الأربع يوم كويس. مع غروب الشمس ينتهي وقت الذبح، وأفضل الأوقات في يوم النحر، يوم النحر ذاته. وللإمام أن يضحي في المصلى بتاع العيد، يذبح في مصلى العيد، هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ضحى في مصلى العيد ليري الناس كيف يذبح. طيب، هذا أمر. الأمر الثاني النية. أنت بتشتري الخراف دي، الخروف بتشتري ليه؟ وبتذبح ليه؟ تعبدا لله جل وعلا، ما يكون تفاخرا ولا تباهيا ولا من أجل الأبناء. واحد يقول لك شان أولادي ما يزعلوا، شوفوا الجيران عندهم ونحن ما عندنا، لا، تقربا لله جل وعلا. طيب، الشرط الثالث أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام الأربعة: الإبل أو البقر أو الضان والماعز، الأربعة. وشرط في هذه أن تكون مسنة، مسنة الناس اللي بيعرفوا البهائم اللي هي عندها سنين كبار من الأسنان بتاعتها، بتكون كلها قدر بعض، بيكون في سنين أكبر من البقية، دي يسمى مسنة، اللي هي بقول لها عندنا بالدارجة تنية. هذا شرط. إلا الضان، يجوز الأضحية في الضان بالجذع، والجذع بيسموه عندنا الجضع، وده سنونه كلها متساوية، أكبر عمره زاد على نصف السنة 6 شهور عمره زاد عليها، هذا يسمى الجذع من الضان، برضو تجوز الأضحية بالجذع، والأفضل المسن. أما الجذع من الماعز فلا يجوز إجماعا، ما بيضحي لك، ده كرامة ساي ولحم أنت بتقدمه لأهلك. الجذع من الضأن، وهو يسمى في اللغة العربية العتود، بالمناسبة العتود دي ما دارجية، عتود دي عربية فصيحة كويس، وعندنا ذات احنا بنقول العتود ده ما بلغ التني كويس، هذا من الماعز. يجوز الاشتراك في البقر 7 أنفار، 7 أشخاص أضحيتهم تكون بقرة أو بدنة الإبل، ما في إشكال يشتركوا فيها. والأفضل أن تكون لكل إنسان أضحية منفردة براو، هذا هو الأفضل. وأيضا الأفضل في الأضحية أن يلتمس الإنسان في الخراف ما وافق السنة. سيدة عائشة قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أو بكبش أقرن أملح، الأملح الأبيض ناصع البياض. ابن تيمية قال: والأفضل الأفضل الأبيض بعديه إذا كانت عفراء، يعني لونها أغبش كده بين الأبيض والأحمر، سموه لون عفراء كويس،
أو هنا بسموه بيجي ولا بسموه شنو، المهم وبعدها الأسود. والأفضل أن تلتمس الشكل اللي ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة قالت يجلس أو يبرك في سواد بطن سوداء، ويمشي في سواد قوائم سوداء رجوله، وينظر في سواد حول أعين سواد، ويكون أقرن لو لقيته. هذا هو الأفضل. وبعد ذلك تقدم الأغلى ثمنا والأطيب والأوفر لحما، هذا أفضل من ناحية الأجر. كذلك أيضا يا أخواننا من الشروط ما يعيب أو ما يعيب الأضحية أربع أشياء بالإجماع، أربع أشياء تعيب الأضحية وتكون الأضحية ما مجزية، يعني ما جائزة، دي ما أضحية، سميها كرامة ساي. قال النبي صلى الله عليه وسلم العوراء البين عورها، يعني عورة ظاهر، إذا كان العور خفيف ما يضر. بين عور العين ناتي أمار قبر أو غائر العين جوه كده كويس، ومن باب أولى العمياء لو كانت عمياء تماما، هذه لا تجزي في الأضحية. قال والمريضة البين مرضها، البين مرضها، والمرض معروف مرض واضح، مش المرض الخفيف، مرض واضح تكون راكدة ما بتتحرك أو تعبانة أو منتفخة البطن ونحو ذلك، مرض بين. والعجفاء التي لا تنقي، ضعيفة وهزيلة جدا، ليس في مخها شيء أو ليس في عظمها مخ، دي عجفاء هزيلة تعبانة، دي برضو لا تجزي في الأضحية. وكذلك العوراء قلنا والعجفاء والمريضة والعمياء، العمياء ذكرناه، والعرجاء البين عرجها، والعرجاء العرج بتاعها يكون لدرجة إنها ما تقدر تسير مع بقية الخراف، ما بتقدر تمشي، لكن لو فيها عرج وبتقدر تمشي، لو حركوا البهائم بتمشي معاين العرج ده ما يضر، هذا لا يضر، إلا أن يكون العرج كثيرا أو شديدا لدرجة إنها ما تقدر تمشي مع بقية البهائم، فهذه من العيوب المخلة. ومن باب أولى مقطوعة الرجل، لو رجلها مقطوعة أو رجولة اثنين أو أكثر مقطوعة، هذه من باب أولى لا تجزئ في الأضحية. فالإنسان يتحرى الأضحية السليمة في الوقت السليم على السنة ويذبح بسم الله. ابن عثيمين يقول لو نسي التسمية عند الذبح، لو نسى بس لا تجزي، بل قال هذه لا تؤكل أصلا، لو نسى ولا تعمد يذبح بغير اسم الله هذه لا تؤكل، قال لأن التسمية شرط والشرط لا يسقط بالنسيان، ما يسقط، عشان كده أحرص أذبح بيدك، والأفضل تذبح أنت براك صاحب الأضحية. ويضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته جميعا ولو أسرة كبيرة، يضحي عنهم كلهم. والأضحية لا تجوز عن الميت استقلالا، ما تضحي عن ذو الميت، إنما تضحي عن الحي والميت تبع للحي، عنك وعن أهل بيتك جميعا ولو كبرت الأسرة. والسنة الأضحية واحدة حتى ولو كبرت الأسرة، الإنسان يضحي أضحية واحدة، ولا بأس إذا كان الوالد الكبير والأسرة ممتدة وفي أبناء كل واحد يضحي عن نفسه لا بأس بذلك، لكن السنة الإنسان يضحي بواحدة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر فيه تفاصيل قد نذكرها في موضع آخر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تفرغنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور، كلنا في جميع الأمور. اللهم اخرجنا من الظلمات إلى النور، وقوم إلى الصلاة يرحمكم.